اهلا وسهلا بكم معنا في قناه كودنج بايبل. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن التراك باي اللي قلنا عليها في الفيديو بتاع الانجي 4 الفيديو رقم 23. عشان نفهم التراك باي لازم نعرف الانجولر بيعمل ايه من غير التراك باي. يعني تعال ناخد مثال، ان انا عندي الاري بتاعت اليوزرز فيها 1000 يوزر وهضيف عليهم يوزر جديد، ايه اللي الانجولر هيعمله؟ كل اللي هيعمله الانجولر ان اول حاجه هيعملها هيعمل ريموف لل 1000 صف الموجودين في الجدول، وبعد كده يضيفهم من اول وجديد معاهم الاضافه الجديده، يعني هنضيف 1000 وواحد، يعني هو هيشيل 1000 ويضيف 1000 وواحد. هل ده كويس للبرفورمانس؟ الحقيقه لا. تخيل معايا كده ان كروم محتاج 1 ثانيه علشان يعمل ريموف للرو من الفيو، 1 ثانيه علشان يعمل له اضافه، فبالتالي لما تضيف يوزر واحد اللي هيحصل ايه؟ ان كروم هيحتاج 1000 ثانيه علشان يشيل ال 1000 كلهم من الجدول، بعد كده محتاج 1000 وواحد ثانيه علشان يضيف لك الاري من اول وجديد معاها اليوزر الجديد، فده معناه ان احنا ضيعنا 2000 ثانيه عشان احنا بس محتاجين 1 ثانيه. هل ده كويس للبرفورمانس ولا لا؟ اكيد لا. والمشكله مش بس كمان في الوقت، لا ده كمان في السايكلز اللي احنا بنستخدمها في البروسيسور، عشان في كل عمليه ريموف لصف من الجدول او عمليه اضافه بتاخد سايكل في البروسيسور، فبالتالي انت بتستهلك البروسيسور على الفاضي. طيب الحل ايه؟ الحل المنطقي ان احنا لما نحب نضيف عنصر نضيفه هو بس من غير ما نحذف ونضيف الباقيين. طيب هنعمل ده ازاي؟ نستخدم التراك باي. التراك باي دي معناها بالعربي يعني تتبع بواسطه. طب انا هتبع مين بواسطه ايه؟ هتبع كل اوبجكت في الاري بواسطه حاجه انا هحددها. الحاجه دي ممكن تكون ايه؟ ممكن يكون الاوبجكت نفسه. في الحاله دي الانجولر هيتبع الاوبجكت بالريفرنس بتاعه الموجود في الميموري. تمام، واكيد اكيد كل اوبجكت ليه ريفرنس، ما بيتكررش في الميموري، يعني انت مستحيل تلاقي اثنين اوبجكت ليهم نفس الريفرنس في الميموري. او ممكن نحدد بروبرتي مثلا وليكن الاي دي بتاع اليوزر. في الحاله دي هنقول للانجولر انت هتتبع الاري بالاي دي، هتتبع كل اوبجكت بالاي دي. طب ده معنى ايه؟ او يعني الانجولر هيعمل ايه؟ يعني مثلا انا بضيف يوزر جديد، لو انا هتبع بالاي دي فالانجولر بيشوف الاي دي بتاع الاوبجكت الجديد، هل موجود عندي في الاري ولا لا؟ لو مش موجود فهضيف ده بس كده، انا مش محتاج ان انا احذف كل الاري واحطها تاني. حتى لو انا هحذف، انا هحذف اي دي معين، فهحذف الاي دي ده بس، فهو مش هيعمل حاجه تانيه، مش هيشيل كل الاري ولا يرجعها تاني. تمام. طيب التراك باي دي بتشتغل ازاي؟ كل الفكره ان انت مثلا هتيجي هتعمل سيمي كولون وتكتب تراك، هتحتاج انك تحط تراك باي فانكشن. انا عامل التراك باي فانكشن تحت اهي. التراك باي فانكشن دي لازم تبقى عباره عن اندكس، او بتاخد تو انبوتس اندكس ويوزر. مش لازم تستعمل الاندكس، مش مشكله، بس المهم انت ممكن ترجع هنا ايه يوزر دوت اي دي، باعتبار ان هنا مثلا عندنا اي دي، ممكن احط اليوزر بس. في الحاله دي ممكن اشيل ده من هنا. دي كل الفكره. طب هو هنا هيعمل ايه؟ في الحاله دي انا بحدد للانجولر ان انت هتتعامل او هتتتبع الاوبجكتس بواسطه الريفرنس بتاعها في الميموري. ممكن انا هنا لو عملت الاي دي يبقى زي ما قلت هتتبع بالاي دي. طيب دلوقتي انا خلاص فهمت اهميه التراك باي، ان هي بتوفر او مهم جدا للبرفورمانس. انا هنا هسال سؤال مهم، هل لو انا عندي اري السايز بتاعها قليل، يعني السايز بتاعها 100 يعني فيها 100 عنصر، هل لازم استخدم برضه التراك باي؟ اصلي 100 عنصر مش حاجه كبيره. اه لازم تستخدم التراك باي. عارف ليه؟ لان انت مش ضامن العميل بتاعك الجهاز اللي بيستعمله امكانياته ايه؟ انك انت سرعه الحذف والاضافه في الجدول، او سرعه حذف العنصر واضافته في الدوم بيعتمد على حاجات كتير، من ضمنها سرعه البروسيسور بتاع جهاز العميل، لان الابلكيشن بتاعك بترن على جهاز العميل. هل العميل بتاعك بيستعمل موبايل البروسيسور بتاعه عالي او حتى الرامات بتاعته عاليه؟ تضمنش. افرض انت العميل بتاعك هيعمل الابلكيشن ويحطها على سيرفر داخلي في الشركه، وهيجيب اجهزه مثلا مش هقول لك كور اي 3، هيجيبها دول كور، يعني بروسيسور ضعيف. اصل كده هو محتاج ايه؟ كل موظف عنده في الشركه محتاج يرن الابلكيشن على متصفح، فمش هيجيب اجهزه بامكانياتها عاليه، فبالتالي هو هيحتاج الابلكيشن تبقى باداء عالي على جهاز ضعيف. هتعمل ده ازاي لو انت بتهمل التراك باي؟ زائد انت مش ضامن على جهاز العميل هو مستعمل كام ابلكيشن مع متصفح وهو بيرن الابلكيشن بتاعك، يعني ما تتوقعش ان البروسيسور بتاع العميل شغال على الابلكيشن بتاعك انت بس، لا في حاجات ثانيه كتير، فبالتالي امكانيات الجهاز بتاع العميل هيأثر على الموضوع اذا كان سريع ولا بطيء، فبالتالي الافضل انك انت تستعمل التراك باي. واعتقد ان هو ده اللي خلى فريق الانجولر يخلي التراك باي اجباري مع الفور الجديده اللي نزلت في انجولر 17 واللي هنشوفها الفيديو اللي جاي. كده انت فهمت اهميه التراك باي وازاي بنستخدمها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، وشكرا جزيلا للاستماع.